عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما تلاحظوا معايا البنات، غادي نشارك معكم واحد لاسوب ديال الشوفان. كتجي زوينه البنات وصحيه للوليدات الصغار، صحيه بزاف بزاف البنات. وانا بعدا ولادي تعشقوا هاد لاسوب، هادي راه تيبغيوها بزاف، وصحيه البنات للدراري صغار، صحي وشوفان، فيه فوائد بزاف، فيها فوائد كبارين بزاف. المهم البنات ما نطولش عليكم، وغادي نبداو ان شاء الله. غنوريكم المكونات اللي غندير في هاد لاسوب هادي. عندي هنا البنات، عندي هنايا الزبيب، والزبيب حتى هو راه فيه فوائد زوينه. انا البنات صدقوني ولادي راه حتى تعجبهم بزاف بزاف، كندير ليهم فيها الزبيب يلاه باش كيحل لي هذاك، كيحل لي هاد الشوفان. كندير لهم الزبيب وكندير لهم المهم كندير الكاسرونه فيها الاخر، فيها الماء، كندير الكاسرونه فيها الماء، غير شويه د الماء البنات. انا هاد الماء غادي نقص منه حيت الشوفان دغيا تيطيب. المهم البنات درت غير شويه ديال الماء، غادي نحطو فوق هنا فوق النار، وغادي ندير فيه. انا عندي هاد الباكيه هادي، كندير كنشري هاد الباكيه. انا هنا ما كيتباعش حيت سولت البنات ديال العبار ما لقيتش ديال العبار، وخديت هادي فيها واحد الخريشه لداخل. هما البنات عندي كتجي فيها هادي، انا راه مستعمله منها وكتجي بحال هكا. هما البنات اللي كيتباع حداه ديال هادي كتجي شويه غاليه، الاخرى الاخر ديال العبار بعدا كيعطيك كميه كبيره وكيبقى لك بزاف البنات. هذا دغيا كيمشي. هما البنات ها هو، نوريكم هاكي كيكون البنات، راه رقيق بزاف. المهم راه الفوائد ديالو البنات، بحثوا على الفوائد ديالو، راه فوائد عنده فوائد واعرين البنات. المهم غادي ندير انايا واحد ربعه ولا معتخ، المهم ربعه ولا خمسه ديال المعالق، هانتوما غتشوفوا معايا. غادي ندير ربعه ولا خمسه المعالق ديال، غتشوفوا معايا هنايا كاسرونه، وغادي نشعل عليها البنات. غادي ندير الشوفان، نديرها واحد، هنا جوج، ثلاثة، أربعة، ندير خمسة، وغنشوف البنات واش غيقدني. هنايا خمسة، خمسة، ستة، سبعة، غندير سبعة، سبعة، ندير ستة وواحد شوية المعلقة الأخرى ما عامرهاش. هما البنات وغادي نخليها الشوفان راه دغيا تيطيب، خليه يغلى ونوريكم المكون الاخير اللي غنزيد فيه وتيعطيه واحد البنه البنات. في الاول انايا ما كنتش كنقدر ناكل الشوفان هكاك، ولكن انايا فاش اكتشفت هاد المكون هذا ودرته وضفته معاه غير هكاك، غير صدفه بحال هكا، قلت خديته وضفتو ليها وعطاها واحد البنات واحد المذاق، واحد المذاق واعر واعر واعر. المهم في الاول قلت لكم انا راه ما كنتش كنقد ناكلو حيت كنديرو غير مع الحليب هكا وصافي، الزوج ديالي كان تياكلو، انا ما كنتش كنقد عليه بزاف. المهم غادي نوريكم المكون الاخير اللي غادي نضيف منين غادي يغلى ليا هاد الشوفان. منين غيغلى ليا البنات غادي نضيف ليه الحليب، غنحيد هذاك الماء اللي كيكون متبقي، غير شويه هذاك الماء اللي كيكون من الفوق، وغادي نضيف ليه الحليب. والمكون الاخر هو هذا البنات، هذا هو المكون الاخير. هذاك البنات واحد كونفليكس ديال الشوكولات البيضاء، واحد البيمو البنات انا شريت هنايا بيه هذاك. المهم بغيت نوريكم غير السميه باش تشوفوا، باش
المهم سميتو هذا البنات شوكو فلوكس. كيتباع عند الحوانت، غتمشيو عندو وتقول لهم عطاونا الشوكو فليكس وغيعطيكم البنات هذا. انا شديتو فرتتو بحال هكا وغادي نضيفو في الاخر، ولكن البنات راه كيعطي واحد البنه زوينه زوينه بزاف. ودابا غادي نضيف البنات الزبيب، غادي نضيفو معاه يطيب ونحرك. والبنات هذا راه كتاخذوا من عند العطار، ملي ما المهم انايا هذاك هذه لقيتها كت كناخذها ب 200 260 260. هي باش كناخذها. والاخر ديال العبار حسن، البنات ديال العبار تيجي تيتقام رخيص على الباط على هاد الكرتونه هذه. المهم كما كتلاحظوا معايا غادي نوريكم. انتم البنات انتم راه كيغلى، شوفوا نرى كيغلى، غنخليه يغلى واحد 3 دقائق بحال هكا البنات يغلى تشوفوه اختر. حيت اين فوا البنات كديروه في الماء تيبان لكم هذاك الماء كيعقد. ودابا انا غير حطيته غير شويه بان لي الماء عقد ليا، غادي نخليه البنات راه دغيا تيطيب دغيا تتوجد هاد المهم هاد لاصوب هادي دغيا 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 تتوجد دغيا. كنديرها اليوم انا بالليل تياكلوها، المهم تتعجبهم البنات بزاف بعدا ولادي انا كتعجبهم. وليت هاد البيمو هذا راه تيعشقوه الدراري صغار، هاد شوكو فليكس راه تيعشقوه وكنديرو ليهم. وليت البنات انا عجبني صراحه الكو ديالها جا زوين. البنات هانتوما راه قاد، وهاد هاد لاصوب هادي البنات راه حتى الناس اللي تيديروا الرياضه يعني يمكن ياخذوها، حيت فيها الزبيب وفيها واصلا الشوفان راه تياخذوه هما اللي تيديروا العصال وتي المهم كاع اللي كيدير الرياضه يقدر ياخذ هاد لاصوب هادي، راه كتجي بنينه وكتجي بنينه بزاف. خلي واحد شويه البنات وغندافع عليه الحليب. انا شتو راه نشف ما غاديش نحيد منه هذاك الماء، راه نشف ليا البنات غادي ندافع عليه هكا ديريكت الحليب. وغادي نضيف البنات كما كتلاحظوا معايا غادي نضيف دابا الحليب، غادي نضيف عليا السيترو كامل ونخلط. نخلي يفيض هذاك الحليب وفي الاخير غادي نضيف هاد شوكو فليكس وغادي نضيفه في الاخر. البنات غادي نوجد انا غير هذاك الزليفات اللي غادي ندير فيه. الدراري صغار ولادي غادي ندير ليهم فهاد الدليفات هادو.
حنايا راه غناكلو في هادو يا الحريره. المهم البنات بقاو معايا غادي يفيض ليا الحليب ونتلاقاو ان شاء الله. المهم البنات راه فاض ليا الحليب غادي نضيف ليه هذاك المكون الاخير وغادي نطفي. البنات غنطفي وغادي نخلط هاد المغرف هذا. البنات غادي نوريكم كي جا. هانتوما البنات كما كتلاحظوا معايا نتمنى يبان لكم. غادي تشوفوا لي تشوفوا معايا في هانتوما البنات كي كتجي لاصوب ديالنا. غادي نحطها هنايا غنعمر كاع هاد الزليفات. المهم البنات غادي نعمر كاع الزليفات ديالي. هاد لاصوب هادي تا الفطور البنات راه كتجي زوينة الفطور راه صحية. وفيها الزبيب راه مقوية للوليدات الصغار اللي ما عندوش المناعة البنات راه زوين بزاف. غادي نقويها كاملة فهاد الزليفات. هاي البنات هي لاصوب ديالنا وجدات كما كتلاحظوا معايا. هاهي حاضرة واجدة معانا كما كتلاحظوا البنات. مازالين انا عندي الماعن خصني نغسلهم. المهم البنات ها هي لاصوب ديالنا واجده نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوناش البنات بالتشجيعات ديالكم واللي ما تابوناش يتابونا معنا. والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش البنات لاول مره كتدخل القناه وكتشوف الفيديو تشترك وتفعل الجرس ليوصلك كل جديد. والسلام عليكم البنات وتا الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا تا الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.